هسه نجي على مؤتمر بدشت، أهم حدث يمكن نقدر نقول عليه هو مؤتمر بدشت. بدشت هاي منطقة يمكن إيه على نهر شهرود بين مازندران وخراسان، فد مكان ببساتين وكذا. قرروا البابيون عقد مؤتمر لهم بهذا المكان. طبعا أيضا من ضمن الأحداث وكذا أنه الحكومة الإيرانية اعتقلت الباب وخلتها بالسجن، فقرروا البابية عقد هذا المؤتمر بدشت أولا بعيد عن الحكومة، زين، وثانيا قرروا أنه يعني يتداولون بأمرين. الأمر الأول شلون يقدرون ينقذون الباب من المعتقل مالته، والثاني وهو هذا أهم نقطة، هل تنسخ أحكام الشريعة الإسلامية أم تبقى على حالها؟ هاي النقطتين كانوا أهم نقاط بمؤتمر بدشت. انعقد المؤتمر بحزيران سنة 1848 ميلادية، حضروا معظم البابيين من مختلف البلدان الإيرانية والعراقية. يقال أنه عددهم بلغ 81، كان من ضمنهم من ضمن الحاضرين قرة العين وبهاء الله اللي هو حسين علي النوري. شخص واحد تغيب هو باب الباب اللي هو منه الملا حسين البشروي، كان عنده أمر في خراسان. أهمية مؤتمر بدشت هذا راح يفصل بين عهدين بتاريخ الدعوة البابية. يعني قبل مؤتمر بدشت كانت الدعوة تعتبر فرقة من فرق الشيخية ما تختلف عنها إلا بعض الأمور الجزئية اللي ما لها أي أهمية، لكن بعد مؤتمر بدشت أصبحت الدعوة البابية فرقة قائمة بحد ذاتها، أو بعبارة أخرى وهي الأصح، أصبحت دين جديد. طبعا نسيت أقول أني أرجو المعذرة من الإخوان البهائية، لأن هاي المصادر هي من الدكتور علي الوردي، يعني هي غير مصادر غير بهائية، فأكيد أكو تقاطع واختلاف بينها وبين المصادر الإسلامية، فأنا دا أذكر حتى أكون منصف. قد تكون بعض الأمور أكيد تكون يعني تختلف تتقاطع مع السياق التاريخي للبهائيين، فأرجو المعذرة منهم. المشتركين بمؤتمر بدشت ما كانوا مهتمين بإنقاذ الباب أكثر من اهتمامهم بالأمر الثاني اللي هو تنسخ الشريعة الإسلامية لو تبقى على حالها. من البداية المؤتمر انقسموا قسمين، قسم منهم قالوا لا لازم تنسخ الشريعة الإسلامية، قسم الآخر قالوا لا تبقى الشريعة بس تصير عليها تعديلات، تعديلات مثل حقوق المرأة، الميراث وهكذا. صاحبتنا قرة العين كانت على رأس اللي يقولون انه الشريعة يجب ان تنسخ، هي كانت تعتقد انه الباب اعظم مقام من جميع الانبياء اللي سبقوا، وانه الى الحق بنسخ الاحكام الاسلامية القديمة والاتيان باحكام جديدة. المعارضين الها كان على رأسهم منو؟ كان على رأسهم شخص اسمه محمد علي البار فروشي. هذا شاب إن شاء الله إذا نتطرق للديانة البهائية بالحلقات أخرى راح نحكي عنه بالتفصيل أكثر. هذا رافق الباب برحلته للحج، الباب السمى أطلق عليه لقب القدوس. هذا كان عنده منزلة رفيعة جدا يعني عند البابيين، بعضهم يعتبروا أفضل حتى من الملا حسين البشروي اللي هو أرفع مقام من عده. القدوس وقف يعني عارض قرة العين معارضة شديدة، وكان مخلفه الكثير من البابيين، وكان يعتقد أنه الباب ليس سوى مروج للشريعة الإسلامية ومصلح لا أكثر ولا أقل. مصلح لمن؟ يعني ما طرأ على الشريعة من فساد وابتداع، ولهذا كان يرى أنه يجب أن تبقى على مكانة عليه بالكليات وبالجزئيات جميعا. زين، الخلاف اشتد بمؤتمر بدشت بين قرة العين وبين القدوس.
بهالأثناء بهاء الله شنو موقعه من الإعراب؟ بهاء الله كان ساكت لا أكثر ولا، ويعني على ما يبدو أنه كان يعني متخذ موقف حيادي بين الفريقين ينتظر شنو النتيجة. ظلت قرة العين تكافح في سبيل رأيها وتسعى إلى أنه يعني كلمتها تكون هي الماشية. زين في إحدى المرات قالت يعني بالنص أن هذا العمل سيبرز إلى ساحة الوجود لا محالة، يعني نسخ الشريعة، وسيطرق هذا القول إذن العام والخاص. إذن فكلما أسرعنا في الكشف عن هذه الغوامض كان أليق وأوفر وأنفع للأمر وللعمل الذي نقوم به، حتى ينفصل عنا كل ضعيف لا يحتمل التجديد، ولا يبقى معنا إلا كل قوي مخلص يفدي بنفسه هذا السبيل القويم البديع. زين قرة العين آخر شيء قررت أن تحسم الجدال، لأن ماذا ماكو نتيجة، يعني هو القدوس مصر على رأيه ويا أتباعه، وهي مصر على رأيها ويا أتباعها. فقررت أن تحسم الجدال. بأحد الأيام بينما كان القدوس وكل القوم مجتمعين بخيمة بهاء الله قاعدين يمه، فاجأتهم قرة العين وهي تدخل عليهم سافرة الوجه ومتزينة. هاي أول مرة بالتاريخ امرأة هيك تسوي، وكان هذا على خلاف عادتها. يعني قبلها كانت متمسكة بالحجاب على طريقة النساء بزمانها، وإذا أرادت أن يعني كأنه قرة العين أرادت أن تنسخ حكم من أحكام الشريعة وهو تحريم التبرج، زين اللي نزل بالقرآن الكريم، دخول قرة العين عليهم بهاي الطريقة سوى صدمة عظيمة. يقول صاحب كتاب مطالع الأنوار في وصف ما حدث، يقول فأخذت الناس الدهشة ووقف الكل حائرين أمام هذا المنظر الغير منتظر، وكانوا يظنون أن رؤيتها غير محجبة من أكبر المحال، وأن النظر إلى خيالها وظله غير جائز، لأنهم يعتبرونها مظهر فاطمة الزهراء ورمزا لعصمة الطهارة في نظرهم. سووا بعضهم خفوا وجوههم، يعني خلى إيديه على وجهه حتى ما يشوفها، قسم من عندهم غطوا رؤوسهم بعباياتهم حتى ما يقع نظرهم عليها. ويقال انه واحد من عندهم سوى سحب خنجر مالته وحز رقبته بالسكين وخرج والدم بايده من المجلس ينزف وهو يصرخ غضبان. اقتدى بي آخرون خرجوا وركض، عافوا المجلس وركض وما رجعوا، يعني انفصلوا عن الدعوة نهائيا، رجعوا لعقيدتهم القديمة. اللي بقوا وما تحركوا بقوا متحيرين بأمرهم ما يدرون شو يسوون. القدوس السوى القدوس سحب سيفه وكان غضبان جدا وكأنه يريد يقتل قرة العين، ولا دارت لبال قرة العين ولا خافت منه، لا من القدوس ولا من غيره، بالعكس وقفت تخطب بالحاضرين بكل جرأة وبلاغة. صاحب كتاب مطالع الأنوار شو يقول؟ يقول وقفت وقد أضاء وجهها بشعور الفرح والغبطة والنصر، وأخذت تخطب ارتجالا بأسلوب شبيه بأسلوب القرآن، ثم قالت إني أنا الكلمة التي ينطق بها القائم إلى آخره، والتي تفر منها نقباء الأرض ونجباؤها. التفت نحو يعني باوعة القدوس، التفتت له وقالت له يعني لامت على عدم طاعته لها، بعدين وجهت كلامها للجميع وقالت لهم يجب أن تحتفلون بهذه المناسبة السعيدة. قالت لهم إن هذا اليوم يوم عيد وسرور عام، وهو اليوم الذي تفك فيه قيود الماضي، فليقم كل من يشترك في هذا المجد ويعانق صاحبه. يقول علي الوردي هذا الموقف الجريء اللي وقفته قرة العين، خصوم البابية يروه بشكل آخر، فصاحب كتاب مفاتح باب الأبواب يروي أن قرة العين سدت المنبر بالمؤتمر وقالت اسمعوا أيها الأحباب والأغيار، واعلموا أن أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت الآن لظهور الباب،
وأن أحكام الشريعة الجديدة البابية لم تصل إلينا، وأن اشتغالكم الآن بالصوم والصلاة والزكاة وسائر ما أتى به محمد كله عمل لغو وفعل باطل ولا يعمل بها بعد الآن إلا كل غافل وجاهل. المهم يعني خطبة طويلة بما معناه أنه يعني أنه الشريعة نسخت وشاركوا نساءكم بالآخرين، يعني كلام مبتذل ما صور، يعني أكيد مو حقيقة، لأنه اللي يدروي شخص من أعدائهم يعني يقولوا لهم مزقوا، هي على أساس هي تقول ومزقوا هذه الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن تشاركوهن بالأعمال وتقاسموهن بالأفعال، وصلوهن بعد السلوى واخرجوهن من الخلوة إلى الجفوة، فما هن إلا زهرة الحياة الدنيا، وإن الزهرة لابد من قطفها، إلى آخره. يعني كلام ما يصح ذكره. وحتى علي الوردي يقول لا نستطيع أن نسلم بصحة هذه الخطبة تسليما تاما. ليش؟ لأنها مروية بقلم أحد الخصوم، ومن طبيعة الخصم شنو؟ مبالغة، اختلاق أكاذيب مثل ما يخفى. يقول مهما يكون الحال، علي الوردي يحشي يقول أجمع الرواة البابين وخصومهم جميعا يعني أن الخطبة أحدثت نزاع شديد بين الحاضرين، تعصب فريق منهم رأي قرة العين بينما تعصب آخر إلى رأي القدوس. صاحب كتاب مطالع الأنوار يحكي على هذا النزاع يقول حصل اضطراب عظيم بين الذين قاموا على نشر هذا الإصلاح بكل جهدهم، وكان بعضهم لا يوافق على حصول مثل هذا التغيير الأساسي، وظنوا أنه عين الكفر، وامتنعوا أن ينسخوا ما يعتبرونه أعظم أحكام الإسلام التي لا تنسخ. زين إلى آخره، يعني من الخلافات اللي صارت بيناتهم وبهذا المؤتمر. زين هنا أكو موضوع أيضا نجي عليه اللي هو فترة النسخ. الدعوة البابية بعد مؤتمر بدشت، الفترة اللي بعد مؤتمر بدشت صار اسمها فترة النسخ، اللي هي المرحلة اللي نسخ الباب بها الشريعة القديمة، ولحد الآن بعدهم ما جايين بشريعة جديدة. يقول علي الوردي يبدو أن بعض البابين استغلوا تلك الفترة، اندفعوا في الشهوات اندفاع غير محمود. ليش؟ لأنه ماكو بعد شريعة قديمة ولحد الآن ما جاية شريعة جديدة، فش تريد تسوي سوي. ورد في كتاب مطالع الأنوار ما نصه، يقول لما سافروا المازندران أراد بعض الأتباع أن يسيئوا استعمال الحرية التي نتجت عن نسخ الشرائع القديمة، وظنوا أن في طرح الطاهرة الحجاب إشارة منها للتجاوز على حدود الآداب وإشباع الأغراض النفسية، وسبب هذا التعدي الواقع من هؤلاء البعض غضب المولى وأوجب تفريقهم وتشتيتهم. يعني إجوا القرية اسمها نيالة، حتى أهل القرية يعني ضربوهم ضرب شديد وقتلوا البعض من عندهم بسبب إساءتهم للتعاليم. لكن مؤلف كتاب مفتاح باب الأبواب يحكي على اللي جرى بقرية نيالة بالتحديد، يقول قرة العين لما وصلت مع أصحابها تلك القرية دخلت إلى حمام مع القدوس للراحة من وحثاء السفر، سمع بهم أهل القرية اتجمعوا عليهم وسلحوا وهجموا عليهم وقتلوا اللي قتلوا من عندهم وجرحوا جماعة وأخذوا أموالهم وسلبوهم كل متاعهم وأطلقوهم بالصحراء عرات. يقول علي الوردي هاي الرواية اللي اجت بكتاب مفتاح باب الأبواب ينكرها البابيون والبهائيون إنكارا تاما ويعدونها من الأكاذيب، أكاذيب الخصوم. يعلق عليها منه السيد كامل عباس، هذا كامل عباس منه سكرتير المحفل البهائي ببغداد، معلق شو يقول؟ يقول إن قرة العين كانت موضع ثقة العلماء وقد شهدوا بطهارتها في كل أدوار حياتها، أما ما ورد في كتاب مفتاح باب الأبواب فهو مختلق وملفق. علي الوردي يقول أنا في يوم من الأيام حكيت ويا السيد كامل عباس اللي هو قلنا سكرتير المحفل البهائي، يقول سألت عن فترة النسخ يعني تشمل الزواج والطلاق مثلا، فجاوب قال له الفترة شملت التكاليف التعبدية فقط كالصوم والصلاة ونحو ذلك،
أما التعاليم الأخلاقية فلم يحدث فيها أي تبديل أثناء الفترة. ليش؟ لأن الأديان كلها تتشابه بالأخلاق، فلا فرق بين القديم والجديد منها. زين، هنا أكو قصة يرويها المستشرق اسمه براون، لما كان يتجول بإيران سنة 1888، يقول شاهدت رجل متحرر ينتسب إلى البابية. فيقول قمنا نحكي عن قرة العين واتهام الخصوم إلها إنه عندها علاقة مريبة مع القدوس. فالرجل قام يعني مدافع عنها، قال لا، يتهمون قرة العين بعدم العفة، هذا افتراء، لأن هي جوهر الطهارة، ولكن ما يتهمونها به ربما وقع أثناء فترة النسخ. يقول يعني احتمال هي عاشرة القدوس، معاشرة الأزواج، لكنها بعد نزول الشريعة الجديدة صارت هي وجميع الأتباع متمسكين بها كل التمسك. هسه نجي على مصير قرة العين. من المعروف أنه يوم 9 تموز سنة 1850 تم إعدام الباب، وهذا إن شاء الله بحلقات أخرى إذا طرقنا للديانة البهائية راح نتكلم عن الباب بالتفصيل. انعدم الباب، وين عدموه؟ بتبريز، بناء على فتاوي صدرت من علماء المدينة. مقتل الباب أثار حنق أتباعه، فصمموا على اغتيال منه الشاه ناصر الدين القاجاري حتى يثأرون إله للباب. فيوم 15 آب سنة 1852، يعني ورا سنتين من إعدام الباب، كان الشاه داير يعني الرياضة، يمارس الرياضة خارج القصر، وين؟ يم جبل شمران. تقدموا بالقرب من اثنين رجال وضربوه بطلقة، الطلقة أصابت فخذة إصابة خفيفة، وسرعان ما يعني الحرس كتلة واحد من ذول الاثنين ومسكوا بالثاني وكان جريح. هاي المحاولة كانت إذان ببدء حملة واسعة النطاق بكل إيران للبحث عن البابين وقتلهم. كثير من الأبرياء راحوا ضحايا من جراء اتهام الخصوم لهم بأنهم من البابين. كل واحد عنده عداوة واحد قام يقول هذا بهائي، فهو راحوا بالرجلين. طهران نفسها شهدت بذاك الوقت ضروب من التعذيب والقسوة فظيعة، اشتركوا بها منهم من أهالي والحكومة. يقال أن البابيين اعتقلوا بطهران، ويعتقلوهم يوزعوهم على مختلف الناس، فكل واحد من الناس يأخذ حصة من البابيين ويشهرون بهم بالطرقات ويهونوهم ويعذبوهم ويقتلوهم. شخص اسمه سايكس يقول يعني شاهدت أنه بعض البابيين قد تم تقطيعهم بالفؤوس، وحتى كان عند طبيب الشاه، عند الشاه كان طبيب فرنسي، وزعوا له حصته من البابيين انه هذول حصتك قطعهم بالفاس. اعتذر وقال اني بحكم مهنتي كطبيب قتلت ما فيه الكفاية من الناس، فما اريد اضيف للقائمة مالتي قتلة جدد. كانوا يعني هيك يلزمون البابيين ويزعوهم للناس يقتلون بهم. بهاي الاثناء كانت قرة العين من الناس اللي تم القاء القبض عليهم، لكن ما خلوها بسجن، خلوها عند محافظ طهران محمود كلانتر. ما كانت يعني قرة العين يعني خايفة ومرعوبة ومرتبكة، لا أبدا، كانت بدار المحافظ تبشر بالدعوة، وكانت تنتهز أي مناسبة تجلس مع النساء اللي يجن بالدار ويعني تبدأ أحاديثها عن الدعوة. حتى النساء بدأن يتهافتن البيت المحافظ حتى مجرد يشوفنها القرة العين اللي أصبح اسمها على كل لسان. قامت قرة العين تعزف على أوتار النساء وتبين لهن المنزلة الواطئة اللي خصصها رجال الدين القديم للمرأة، وكيف أن الدين الجديد رفع من شأن المرأة ومنحها حريتها.
الصدر الأعظم دز قرة العين كثير من الرجال العلماء. من هم؟ واحد اسمه الملا محمد أندرماني، والآخر اسمه الملا علي قيني، حتى يمتحنوها ويشوفون عقيدتها صحيحة لو ما صحيحة، هم ذول راح يقررون مصيرها. هذول الرجلين عقدوا جلسات كلش طويلة وياها امتحانها، كانت هي بكل جلسة تناقشهم بحماس وتبرهن لهم أن الباب هو الإمام المنتظر الموعود. لكن يعني بالنتيجة ما اقتنعوا بكلامها، مؤكد من راح يقتنعوا بكلامها. فحتى انه يعني قالوا انه هذا ماكو كل فائدة من النقاش، هذا كله عبث، هي امرأة كافرة هيك. يعني واحد يقول لصاحبه، قال كافي نتناقش وياها. فخرجوا وكتبوا تقرير، كتبوا بأنه قرة العين مرتدة وكافرة ورفضت التوبة، وإنها تستحق القتل عملا بأحكام القرآن. بقت طريقة قتلها القرة العين، أكو عدة روايات في قتل قرة العين. يقال أنه خلوها يعني خلوا قدامها فوهة مدفع وطلقوا عليها قنبلة مزقتها إرب إرب. قسم يقولون لا، ربطوها من شعرها بذي البغل وتم سحبها لحد المحكمة، ها، وبالمحكمة صدر الحكم بإحراقها حية. لكن الحكومة بعدين غيرت رأيها، قالت لا، تنكتر وبعدين تنحرق. فخنقوها وجثتها ذبوها بالنار. المستشرق براون ينقل عمن سمع من محمود خان كلانتار انه الشاه استدعى قرة العين القصرة ابني قارستان، وطلب منها ان تتبرى من الباب، ولما رفضت واصرت على الرفض يقال انه امر الشاه بإلقائها في بئر كان بحديقة القصر، ثم يعني القى فوقها 4 أحجار ضخام وهيل عليها التراب. لكن صاحب كتاب مطالع الانوار يكثر انه قرة العين أخذوها من دار المحافظ الحديقة اللي خانة، حديقة كانت موجودة مقابل السفارة البريطانية، خنقوها بمنديل من الحرير، هي قدمت لهم إياها بنفسها، بعدين نزلوها ببير حفرة يعني محفورة هناك وذبوا عليها التراب. يقال انه الشاه من طلب من عندها انه تعلن توبتها وتوب، فجاوبته بالآية القرآنية قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. يحكي الدكتور علي الوردي يقول لما نستقري سيرة حياة قرة العين من البداية حتى ساعة مقتلها، يقول نشعر بانها امرأة ليست كسائر النساء، فهي علاوة على ما تميزت به من جمال رائع كانت تملك ذكاء مفرط وشخصية قوية ولسان فصيح، وهذه 4 صفات قلما اجتمعنا في إنسان واحد، وإن اجتمعنا بإنسان راح تعطي مقدرة على التأثير بالناس ويغير مجرى التاريخ. وصفها كوندي جوبينو بكتابه، عند كتاب اسمه الأديان والفلسفات في آسيا الوسطى، هذا زار إيران ورا مقتل قرة العين بفترة، يقول كان الكثير منهم عرفوها وسمعوها بأوقات مختلفة من حياتها، يذكرون إلي يعني إلى للمؤرخ دائما أنها فضلا عما اشتهرت به من العلم والغزارة في الخطاب، فإن إلقائها كان من السهل الممتنع، وكان الناس أثناء تكلمها يشعرون باهتزاز وتأثير إلى أعماق قلوبهم، مفعمين بالإعجاب وتنهمر دموعهم من الأعماق. زين، صاحب كتاب مفتاح باب الأبواب شي يقول؟ يقول وقصار القول أن هذه الفتاة كانت آية الجمال والكمال، فريدة رصيف فاتها بالحسن والاعتدال، طلقة اللسان، فصيحة البيان، عذبة المنطق، شهية الكلام، زين إلى آخره من المدح. يحكي هنا الدكتور علي الورد يقول أكيد يعني المؤكد أنه من خلال سيرة حياتها كانت تميل إلى التجديد في العقيدة، اعتنقد العقيدة الشيخية لما كانت تلك العقيدة جديدة بالنسبة للعقائد الشيعة المألوفة القديمة، لكن هي ما سمعت، ما كانت تسمع بظهر الباب حتى أسرت إلى اعتنق دعوته،
ورأيناها كيف اعتنقت الدعوة البابية. زين، وكل مسيرتها بكربلاء وبالكاظمية إلى بدشت. زين، حتى يعني يصح القول أنه لولا قرة العين لما سار تاريخ الدعوة البهائية على هذا النحو الذي سار عليه. آخر شيء يقول علي الوردي 4 عبارة، يقول: إني أعتقد على أي حال أن قرة العين امرأة لا تخلو من عبقرية، وهي قد ظهرت في غير زمانها، أو هي سبقت زمانها ب100 سنة على أقل تقدير، فهي لو كانت قد نشأت في عصرنا هذا وفي مجتمع متقدم حضاريا لكان لها شأن آخر، وربما كانت أعظم امرأة في القرن العشرين. انتهى هذا الكتاب، وحتى أكون منصف أرويكم بعض المصادر اللي اعتمدت عليها بهذا اللي اعتمد عليها الدكتور علي الوردي، يعني مثلا محمد الزرندي مطالع الأنوار ترجمة عبد الجليل سعد، عبد الحسين آوارة كواكب الدرية ترجمة أحمد فايق رشيد. بعض المصادر نقلا عن الكتاب المخطوط عقائد الشيخية بقلم الملا أحمد الخراساني، أيضا نقلا عن كتاب ظهور الحق، وأيضا كتاب محمد مصطفى البغدادي رسالة آمرية. انتهى. ها، أكو بعض المصادر: العبود الصالحي، عبد الحسين آوارة. زين، وانتهى اللي هنا، هاي الحلقات انتهت عن قرة العين، وإن شاء الله بالمستقبل نحاول حلقات أخرى عن الديانة البهائية، عن علي محمد الباب، عن بهاء الله، وشون إجا للعراق، وشون راح العكة، وإلى آخره. وشكرا لكم.